موجود في المعرض الدولي لكسافر الباط، يعني استدعاء من المجلس العالي ديال التكوين والبحث العلمي. ان شاء الله ندير واحد المحاضره هنايا على التطورات ديال البحث ديالي، وثانيا على المشاكل التي توجد في المغرب من ناحيه ديال الطاقه ومن ناحيه ديال البيئه ومن ناحيه الماء. اذا هذه مناسبه سعيده جدا باش نتلاقى مع واحد الجمهور كبير، ماشي لازم يكون مختص في هذا الشيء، هذا ومع الصحافه بطبيعه الحال ومع جميع الناس اللي يعني عندهم واحد يعني تهتموا بهذا المواضيع اللي تهتم للمغرب المغاربه كلهم، في مثل الماء، الطاقه، البيئه، الصحه الى اخره. فوالا، وطبيعه الحال الذكاء الاصطناعي لازم منه شويه، لان يعني كل شيء تيتكلم على الذكاء الاصطناعي. اذا هذه مناسبه باش يعني يكون واحد الحوار ما بيني انا كباحث وما بين يعني الناس اللي عندهم اسئله على الاشياء اللي تتهمهم. وانا في الاول يعني مني نشات يعني الشركه ديالي في سنغافوره سميتها كافي اي، سميتها شركه الذكاء الاصطناعي للبطاريات. اذا كنجمعوا ما بين يعني المكونات الماده باش كنصنعوا البطاريه، وكنزيدوا لها الذكاء الاصطناعي باش يمكن لها تزيد يطول لها عمرها وما يوقعش المشكل ديال السلامه ديالها الى اخره، وخصوصا طبيعه الحال ديال الشحن السريع، لان الان الحمد لله عندنا يعني اعلى اقل وقت للشحن للبطاريات السيارات الكهربائيه في 10 دقائق، ومازال الحمد لله خدامين فيه. كل شيء كيتطور شويه بشويه، الا جمعنا ما بين يعني علوم الهندسه في الكهرباء وعلوم الهندسه في الذكاء الاصطناعي قد نخلقوا شي حاجه جديده. المغرب زعما عموما تبارك الله تيتقدم، كان شي تقدم كبير ملموس. وثانيا تيخص شويه الوقت ما بين يعني الاختراع وما بين يعني استعمال هذاك الاختراع في الصناعه. في المثال الجرافيت اللي معروف ديال البطاريات الليثيوم اللي اكتشفت في 1980، ما تصنعت البطاريه الا 11 سنه من بعد. اذا تيخص الوقت باش نشوفوا واش كاين الخفايا، واش كاين شي حوايج اللي ما تنشوفوهاش الى اخره. اذا ان شاء الله تنتمنى في السنه المقبله غادي يكون واحد المشروع صناعي اللي فيه غادي نطوروا هاد يعني الاختراعات ديالي هنا في المغرب بطبيعه الحاليه. ولكن زعما كاين اولا الناس المغاربه يعني عندهم واحد الكرم معروف، وانا بطبيعه الحال تنشوف تكون في الزنقه وتتلاقاو الناس يقول انت هو السي رشيد اليزامي، بطبيعه الحال الفخر وما تيفتخروا به وانا تنفتخر بهم، هذا هو الحقيقه. دابا اللي شويه يعني تيطلب شويه الوقت وهو كيفاش هذا الاختراع والابتكار يمكن له يتطبق في يعني في الاشياء اللي يمكننا نصنعوها في المغرب، ونقولوا احنا اول دوله عالميه عندنا يعني واحد الشحن البطاريه اللي تيشحن البطاريه احسن من تيسلا الى اخره. تيتمن شويه الوقت، وهذا اذا الواحد خصو يكون صبر شويه.